وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم عبد الحميد المير، مدير إدارة الفعاليات والبرامج بوزارة شؤون الشباب. مرحبا بك أستاذ عبد الكريم في نشرة أخبار الثالثة. إذا هل لك أن تحدثنا أكثر عن مستجدات مدينة شباب 2030 وكيف هي الاستعدادات لاستقبال المشاركين؟ طبعا حرصت وزارة شؤون الشباب على تقديم حزمة من البرامج في مدينة الشباب تتوافق مع ميول ومتطلبات الشباب، وسارت عملية التسجيل في برامج المدينة بكل سلاسة، وذلك من خلال تطبيق إي شباب اللي يوفر خيارات عديدة للمشاركين للتسجيل في هذه البرامج. والحمد لله الاستعدادات جارية على قدم وساق لتجهيز مراكز المدينة في مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات المواصلات واختيار المدربين ومقدمي ورش العمل والورش التدريبية، فضلا عن أيضا المتطوعين والكوادر التي ستدير المدينة. نعم أستاذ عبد الكريم، كيف تم طرح أكثر من 100 برنامج، وكيف تم أو قامت الوزارة بربط بين احتياجات تدريب الشباب ومتطلبات سوق العمل؟ طبعا من أهداف مدينة شباب 2030 هي ربط الاحتياجات التدريبية للشباب مع متطلبات سوق العمل في المملكة، والذي دائما ما يكون متغير طبعا، وذلك لخلق مساحة أكبر لدخول الشباب في السوق بكل اقتدار وخبرة. طبعا قام الفريق المشرف على مدينة شباب 2030 بالتعرف على احتياجات الشباب التدريبية قبل النسخة الماضية من المدينة عبر استبيانات ولقاءات مع المشاركين وأولياء أمورهم، كما قام الفريق أيضا بتحليل سوق العمل البحريني بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي تمكين في هذا المشروع للتعرف على جميع متغيرات واتجاهات سوق العمل. طبعا أغلب البرامج في هذه المدينة صممت أساس تنطرح لتربط بين احتياجات الشباب وسوق العمل. دائما تشهد برامج مدينة الشباب إقبالا واسعا من قبل الشباب للتسجيل أستاذ عبد الكريم، فيعني هل تمتلك الوزارة خطة لفتح برامج ومقاعد جديدة لتلبية الاحتياجات؟ دائما ما نؤكد في وزارة شؤون الشباب على أن صوت الشباب مسموع، واستجابة إلى نداءات الشباب في فتح مقاعد وبرامج جديدة تستعد الوزارة إلى تقديم برامج إضافية وأيضا زيادة المقاعد في القاعات التدريبية، وذلك طبعا بهدف استيعاب عدد أكبر من الشباب لتعمل فائدة على الجميع، على أساس أن احنا نوصل حق أهداف هذه المشروع. الأستاذ عبد الكريم عبد الحميد المير، مدير إدارة الفعاليات والبرامج بوزارة شؤون الشباب، شكرا جزيلا لك.